عن تراثنا نظرا لعدم إيمان الطلاب بقدراتهم ومهاراتهم الإبداعية وضيق مساحة التعبير وكذلك اعتقاد الطلاب بالإضافة لأولياء الأمور أن مادة الفنون مادة معتمدة على المهارة فقط ومناهجها الحالية تدعم بشكل كبير هذه الفكرة المغلوطة عن الفن فقد جاء تنظيم هذا المعرض لتغيير هذه الأفكار وتوسعة مدارك الفنان بحيث يدرك موقعه كعضو فاعل ومؤثر في محيطه أنا سعيدة جدا بهذا المعرض الذي أقيم بمجهود ومسؤولية الطالبات تغيرت نظرتي كثيرا حول الفن أصبح الفن بحياتي لغة من المشاعر الجميلة حياة أخرى لابد الاهتمام بها طبيعة محافظة مسندم التي تجمع بين الجبل والبحر في مزيج فريد من نوعه يشكل شخصية فنان واعد يجمع بين عطاء البحر وصمود الجبل ونظرا لهذه الخصوصية الثقافية فإنها بحاجة لجيل واعد يقدر أهمية الفنون ويساويها ببقية التخصصات العلمية اسم المعرض معرض موج الطلابي الذي ارتبط بشواطئ وجبال محافظة مسندم تم جمع الفن الإسلامي والفن الحديث وأيضا البيئة التراثية والهوية العمانية في هذا المعرض انقسم المعرض إلى عدة مجالات تنوعت بين التصوير الزيتي والأشغال الفنية والنحت بطابع تراثي إبداعات طلابية ترى النور وهناك مواهب تستمر في الظهور وجهود لصقل هذه المواهب وإظهارها للعلن من محافظة مسندم ولاية خصب نجم بن عبد الله الشحي.